سيادة المحافظ يعني مرحب بيك من خلال تلفزيون الحياه، واعتقد النهارده انفراجه كبيره جدا، وجود الجماهير حاجه رائعه جدا. والله الواحد الحمد لله الواحد في منتهى الفرح والسرور، وربنا ان شاء الله يعديها على خير عشان تبقى فتحه خير لمصر كلها ان شاء الله، وجماهير المحترمه الوفيه لفريق بلدها والفريق والانديتها ان شاء الله ترجع لاماكنها تاني، وان شاء الله انا مستبشر خير ان شاء الله. يعني مباراتين الاردن وليبيا ومصر، تجمع عربي افريقي جميل جدا، واسوان دايما هي بتحتضن المباريات لمنتخب مصر، ودايما بنشوف الجمهور في اسوان، وان شاء الله تبقى بدايه لعوده الجماهير الى الملاعب. هو الحقيقه طبعا الاختيار طيب، لان جمهور اسوان ناس زي ما انت عارف ناس طيبين وكرمه وملتزمين جدا 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 الحمد لله، وان شاء الله تبقى يعني بالشعب الاسواني هو اللي فتحت خير على الشعب المصري بالكامل ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. شاكرين يا فندم، اهلا بيكم. اهلا بيكم استاذ جمال علام، اعتقد يعني لفته طيبه جدا، وعضو مجلس اداره طبعا الاتحاد الاردني، واعتقد مصر استاذ منصور والاردن ومصر طبعا اشقاء، وحاجه جميله جدا النهارده المباراه في وجود جماهير. والله اولا احنا طبعا بنشكر الاردن الشقيق، هو فعلا بيننا وبين الاردن في صله كبيره جدا، في تاخي بيننا وبينهم، طلبنا منهم مباراه، الناس لبوا الدعوه، بنقول لهم اهلا وسهلا بيكم في بلدكم الثاني مصر. مصر امنه، يمكن انا كنت عند زياره السنه اللي فاتت قلت لهم مصر امنه، هم جم هنا. خايفين ولا ايه؟ احنا بينا هنا واخواننا ان شاء الله، ما في خوف الحمد لله. هم مطمئنوا هنا وشافوا، وبنشكر طبعا رجال الامن بتوعنا لان عملوا مجهود كبير جدا، مدير الامن ومساعد مدير الامن المحافظ ايضا، المحافظ طبعا حضر النهارده، احتفاليه كبيره جدا بحضور جماهير، هم ان اسوان كده متعودين، وان شاء الله باذن الله تبقى اللي جاي احسن ان شاء الله. يا رب، والحمد لله على السلامه، وبنرحب بيكم، واعتقد مباراه جميله، وفريق اردن فريق كبير، وشفنا روح جميله جدا في وجود جماهير مصر، بقى لنا كتير ما شفناها. فريق الجوهري الله يرحمه. يا سيدي احنا بنشكركم على الضيافه الكريمه، بنشكر سعاده رئيس الاتحاد وسعاده محافظ اسوان، حقيقه احنا يعني ما حسينا بفرق بالاستقبال، وبلد ان شاء الله لديم الامن والامان عليكم، واحنا بنظل ان شاء الله اخوان، وهي رساله لكل العرب انه في تاخي وفي وحده ان شاء الله بين اخواننا العرب. ما شعرنا الحمد لله، برجع اكد لك انه احنا مغتربين على الاردن، شعب مصر وخاصه شعب اسوان طيب، استقبلونا بالحفاوه وبنمشي بيناتهم مبسوطين، وان شاء الله بنتمنى زياره قريبه لاخواننا المصريين بالاردن، وهي المباريات دائما بتدل على الموده والمحبه ان شاء الله الموجوده بين كل العرب ان شاء الله. دائما شايف علاقه الامير علي والاستاذ جمال علام والمهندس هاني بوريده، يعني شايف في ايضا يعني كان موجود قريب في اتحاد الكوره، شايف في صلات كبيره جدا ما بين الاردن. يعني احنا بننقل تحيات سيدي علي، واصر انه المنتخب يشارك بهي المباراه، واحنا بنعتبرها ان شاء الله دعم وتاييد لسمو الامير علي بانتخاباته، دائما اخوان المصريين عودونا على العروبه والوطنيه والوحده الوطنيه اللي بنعرفها عنهم ان شاء الله.